أعلنت الحكومة عن بدء موسم حصاد وتوريد محصول القمح للموسم الحالي في مختلف محافظات الجمهورية، وأشارت الحكومة إلى تقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين، خاصة مزارعي المحاصيل الاستراتيجية على رأسها محصول القمح، وهو ما تجلى في قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر استلام المحصول إلى 2000 جنيه بدلا من 1600 جنيه للإردب، بهدف تشجيع وتحفيز المزارعين وضمان حصولهم على عائد مجزٍ. أكدت الحكومة اعتزامها التركيز على التنمية البشرية خلال السنوات الست المقبلة اعتبارا من العام المالي الجديد 2024-2025، وأشارت الحكومة إلى تنفيذ خطتها من خلال الالتزام بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري. ولفتت الحكومة إلى رفع مخصصات القطاع الصحي إلى 495 مليار و600 مليون جنيه بموازنة العام المالي المقبل، مقارنة ب 396 مليار و900 مليون جنيه في العام المالي الحالي، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858 مليار و300 مليون جنيه مقارنة ب 591 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، فضلا عن زيادة مخصصات البحث العلمي لأكثر من 139 مليار و500 مليون جنيه مقارنة ب 99 مليار و600 مليون جنيه. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط في آخر تداولاتها بسبب التوتر الجيوسياسي بمنطقة الشرق الأوسط، لكن النفط مني بخسارة أسبوعية بفعل توقعات سلبية من وكالة الطاقة الدولية لنمو الطلب العالمي على الخام. صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة بلغت 0.79% مسجلة 90 دولار 45 سنتا للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.75% مسجلة 85 دولار 66 سنتا. ذلك أيضا صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 0.82% لتصل إلى دولارين 2.68 سنتا للتر، فيما ارتفعت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 0.34% مسجلة دولار 1.77 سنتا، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس دعا إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية بين أوروبا والصين عشية زيارة الزعيم الألماني لبكين. ويتوجه شولتس إلى الصين نهاية هذا الأسبوع في زيارة حساسة تستغرق 3 أيام في وقت يشدد فيه الغرب لهجته تجاه بكين، سواء فيما يتعلق بممارستها التجارية أو قربها من موسكو. انخفض الدين الخارجي الروسي إلى أدنى مستوى له منذ العام 1993 ليصل إلى 304 مليار دولار. وقد أظهرت بيانات البنك المركزي الروسي تراجع الدين الخارجي لروسيا في الربع الأول من هذا العام إلى 15.5% فقط من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. كان الدين الخارجي الروسي بشكل عام قد سجل أعلى مستوى له في العام 1999 مسجلا 91% من حجم الاقتصاد الروسي.